شوف شوف قد شافيرا مزيانة على الاخر الدنيا دورتني كلب تعرف ارجع من نص الطريق تاع قمة قال فيها احنا عبيد وكتبول في الشارع في القمة في الشارع كلية متربية اكثر من عبيد احترام لبعض الناس رائع على الاخر المنظر انتي سبقت مش يحتلون كيوت على الاخر البلاد والله عندهم الحق سميوها معناتها عطاوها احلى من احلى بلد يعني اوه نوري ناس بركي لحظة الكاميرا ولد فلو رجعت تشتغل الفروج متاعهم كي يبدا حصير وكي يبدا اخضر يبدا يعمل ترن ترن تو مشينا جبنا الباجاج من عند هذي واحد تحط فيه الباجاج تعطيه 5 كورو على كل فاليز طو باش نطلعوا لايطاليا العاصمة او الجيش دي كان جيتون كذا جيش تصور عادي بيضحك كان جيتون سيما هاو طبي تنتن كان جيتون سيما يقول لك اوه نو 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 فوتو نو هاي هو المترو يمشي على السكة واحدة مش زوز تو تشوفو السكة فيها عجالي على اليمين وعلى اليسار والسكة فيه كروشي يشد في السكة استنى هاو بيطلع العفساء يبدا فما عجالي يهزو هذاك كروشي باش ما ومن بعد يتعدى الكار ولا مترو كي يمشي فيه الكار لا يدخل كان كار هذيك طريقة يعملوها باش يقوم ما ينحرفش على مسار يشد الكروشي نتاعو والعجيل بعد كي يجري ينقص همور بون باش ننصحو اللي يجي لأوروب ولا أي بلاصة يمشي لها ما عندك يبدا مثال باش يمشي من محطة لمحطة ما ياخذش المترو ولا كي يمشي على صديقي يكتشف الدنيا خير في المترو ما تركزش فيهم البلايص في المترو فوف تقعدش ضريش من درجتي ما تقعدش سكتينة هسا قيل تقعد درجة درجين تكتشف تشوف طبيعة الناس تسأل هذا البحر اللي يدخل فينيس هذا أنا ملول فينيس ملول بالكل ما عجبتنيش بعديك منظرها طلعت ياسر تحفون ياسر تحفون طلعت بهيئة بهيئة فينيس متاع بيه هذو ما يحبوا يعملوا عرفت كيما بتاع فرنسا نجيب حتى اربع كعبيت اختفوا ونطقي بون انا ملول في ايطاليا في بالي فرنسا وكلهم يديروا كتير بيت من الاخر في بالي ايطاليا بتاع جبوره ايطاليا في بالي به ايطاليا حاسيلو بون ذا باركينغ تاع موتورات باهي به اغزر فماش حتى عالسياس حتى الواحد مسكر رغص الموتور مسيب بون ذاك مسكر ذاك مسكر ما اغلبيتهم مسيبين ريتش الواحد جاي يبعول في موتور كان جاي في تونس ساعة ما تلقى حتى موتور تلقى فيرا على البلاصة عندي عقلية تونسية واحد الصوص نيجاتيف مش البوزيتيف بالرسمي شو بالله شو هذاك الموتور في تونس يسرقوه له وهو فوق ومش يسرقوه هو في باكا في الباركينغ بون هذاك البون نتاع الكراهب حتى كي يعملوه ما يغطيه ما يسكروش على الماء فهمتني يعملوه مقبب باش الماء يتعدى كي نجي في تونس يسكروا طول ويتكلف اكثر كي يبدا مقبب مي تقعد فينيز طياره وهاكا يخسروا صحيح اما يربحوا برشا قد يقدر يخسروا ويربحوا دوبل في تونس يخسروا شويه ويخسروا شويه بتاع البانيا ويخسروا اكثر في البلاصه تفسد بتاع المترو بون توصلنا الجار هي مش جار حتى متاع كيرا مين فهم حتى بلاصة يتقعد في هالكيرا انا ما عاملين ماكلة وجو مش الناس ما تفدش
بون بلي حنا متعليق صغير وبرشا على الاتفاق عليه. بون ساعة هذيك كاتبين لك لحظة كنتو حاسيرو حاطين كام تو فين تو فينيسيا هما بالطالياني يقولوها فينيسيا فينيسيسي والله اعلم. حاسيرو هذا عاملين ترام سبيسيالمون شق البحر باش يمشي لفينيسيا الفينيس يمشي مع وبدو تران فما نتاعو تحفون معناتها تران تحفون على الاخر وفوق البحر تشوف الفرق معناتها هما حاجه يحبوا يطلعوا لها القيمه نتاعها كيفاش عاملين لها. واحنا في جربه كلاسي زاده من احسن الجزر العالميه الباهين وفي البطاح في البطاح كبولها معناتها ساعده كيما نقولوا في البطاح ما يمشيش بالقدا وتفرج هذوما اش عملوا معناتها يحبوا يخليوا بلاصه في ممتازه معناتها بلاصتها مكانتها ممتازه. واحنا جربه هيك الخدامه كركرو تقعد بالساعه السنه في الصف حاله حليله. اوز الفرق بين الاوروبيان وبين العرب